اليوم في محطة الكيران ديال الرباط بغينا نمشيو للصويرة، ما لقينا كاينش كيران، كاين الشبابيك مسدودين مغلقين، يعني ما كاين لا كيران لا الناس مجموعين مريحين وصافي. كاين اللي مريح من الصباح، كاين اللي مريح وما لقاش فين يركب. عامرة بنادم مريح من الصباح وما لقاش فين يركب. يعني ريتهم كوا سدوا هذه المحطة هذه في هذه العواشر، كنا سافرات بخير وعلى خير. ما كاين معاه منتظر، ما كاينش معاه منتظر، كاين سيكوريتي حتى هو ما عارف والو، السيكوريتي عارف شي حاجة، ما كاينش معاه منتظر، ما كاين لا مسؤول لا والو، ما منتظر هذه المغرب ديالنا هو هذا، ما عندنا ما نديرو ليه. ما عندي ما ندير، نشوف ثاني راه ما عندي ما ندير، شنو هو؟ نقدر نشوف ما لقيت فين نركب، باش نركب غير الكازا، ومن كازا غادي نركب، لأن هذه ماشي محطة أصلا، هذه ما عرفناش شناهي، واش محطة ولا كلينيك ولا ما عرفناش شناهي. أش ترونسبور أيين بعد من الرباط باش نركب. مسؤولين غير يفكروا فينا، ما يمكنش ندير مسابع المستحيل شي مسؤول يفكر فينا بهذا المغرب. هما قدامك كلشي دخلي وغتشوفي الناس كيف مجموعين قدامك، وغتسولي ناس كبار عيالات كبار بولادهم، كتلقاهم من الصباح هما هنا يعني مع من يهضروا مع من غادي عادي. ابار غلاء تذكره ما كاينش حتى باش غتمشي، ما كاينش الشبابيك مغلقه اصلا. دابا واخا يقول لي دابا انا صويره حتى 500 درهم ما كاينش مع من نهضر، يعني ما كاينش شي حل من غيره. العباد 160 درهم تايا نزيدوها على العيداد 160 درهم ثلاثة الورقات غادي الكازا غيحطوني في المدينة، قال لك 160 درهم هاهي ثلاثة الورقات 160 درهم. باغي نمشي نعيد مع الدار غيتقيد غتقام عليا الترونسبور من هنا للجديدة قيمة حولي ونص. كنتواجدوا دابا في الرباط وباغي نمشي للجديدة، ما كاينش المركب دابا، خصني نقطع غير الكازا وعاد نقطع للجديدة، ما كاينش المركب نهائيا. صفة عامة كاينة فوضى، كاينة ديال المعقول، قطعوا الرجال ومن عيالات مخليينهم، قطعوا الرجال على الجد والعيالات مخليينهم، ما كاينش حتى حد تسناي. هما غيمشيو دوز تلا ربع يجي الكار، هما غيمشي الكار غيجي كار اخر ثاني تلا 10 وشوف شوف واش غيجي ولا ما يجيش. قال لك الناس غيباتوا هنايا اللي ما عندوش المركب، اللي جايين يمشي بلاصه اخرى وغيباتوا في المحطه حيت ما كاينش الكيران. غادي الناس الاخرين بكا غادي للصويره، غادي حاطين كل شيء موجود وكل شيء ما كاينش، كاين حتى حاجه موجوده. واش غنقول لهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيهم الحق، هادشي اللي غادي نقول. ما كاينش، قال لك واجد محطه على قدام، اشهار على قدو والكيران ما كاينين. عدن قال لك مزوق من برا واش خبارك من الداخل، راه هي هذه. اليوم راه كنت واجد انا في الرباط، بغيت نتجه شي حاجه فاس، ما كاين لا ترونسبور لا والو، دخلت تيقول لك الورقه ما كايناش، دخلت سنا، ما كاين اللي عطاك القيمه، ما كاين اللي يهضر معاك. تيشوف فيك تنهضروا معاهم، تتقول له واش كاين شي كار مورا، تتقول لك ما كاين لا كار لا والو، ما كتجاوبش اصلا، ما كتجاوبش كاع. كيديروا اللي بغا. الحل ما عندي شي حل، حتى دابا مازال ما بقاش شي حل هنايا، حتى دابا مازال ما بقاش شي حل هنايا. محطه بلان محطه عامره، شي تسول الانسان ما كاينش يعطيك حتى راس الخيط، واش نجمعوا هنا ما تعطيك حتى شي واحد راس الخيط. مشكله بعد الناس هذا. ماشي هذا العام، كل عام هكا، كل عام. المهم من الصباح واقفين مازال ناعسين تما، الناس راه مازال ناعسين فوق الكراسي تما واقفين كاع، دخل شوفوا بعينيكم كاع. مشكله كبيره، هذا هو البريم اللي كتلقاو. مازال ما وصلنا التسعيره ديال التذكيره، ومازال شي مازالش ناس الطريفه بشحال. بروبليم اكبر بروبليم هو الزحام وما كاينش اللي يعطيك حتى قيمه حتى وقت، ما كاينش يعطيك حتى وقت. راه تجي ضرب كونترول ترقم ودير تنظيم لهاد الناس هادو. صاي هادي هي ديالنا، وتكون مراقبه. هادشي مازال ما وصلناش للسعر ديال الطريفه بشحال، واش لا بروبليم مشكل ديال الزحام. جينا اليوم من قنيطره، احنا المهم كنتواجدوا اليوم في الرباط، جينا من قنيطره باش نمشيو للجديده، ما لقيناش المركوب. ما كاينش ترونسبور ديريكت، حنا جينا من قنيطره في طاكسي كبير حتى لصومعه حسان، ومن صومعه حسان شدينا طاكسي صغير حتى لهنايا، ودابا احنا باقيين حاصلين ما لقيناش كاع الكازا، ما لقيناش بحالنا بحال كاع الناس. دابا تدخلي لداخل تلقاي هكا ديال الناس، ما كاين حتى شي واحد اللي كتهضري معاه كيقول لك صبري حتى السيستيم حكا 20 دقيقه حكاتي. ما كاينش الفوضى، ولكن كاينه في واحد في الشباك ديال سميتو ديال الناس ديال كازا، يعني كاين اكتظاظ تما بزاف، ولكن راه ما كاينش ترونسبور، واقفينهم تما على والو. الناس كلهم بيتين هنايا، حنا من دوك الناس، الا ما لقيناش باش نمشيو راه غنباتوا هنايا. المشكله لا اليوم لا غدا ما كاينش ترونسبور. نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، ما كاين والو، راه خاصكم توفروا بالصح، راه خاصهم يوفروا، راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. راه من نهار الخميس وانا كنمشي نقطع وكنحاول نقطع اونلاين، وما كاينش حتى شي حاجه، ما كاينش ترونسبور كاع. الشيء بالنسبه للكازا ما كاينش ترونسبور، مقطوع. اليوم راه بقات يومين العيد وحنا واحلين هنا في هذه المحطه، عباد الله المحطه عامره بنادم، والكيران ما كيدخلوش للمحطه. كاينين الناس اللي بغاو يمشيو عند والديهم يعيدوا، ما كاينش كيران، ما كاينينش. انا غنمشي لمراكش ما كاينش الكيران، والو مع منتظر ما كاينش. الصداع راه نايض الصداع دابا في المحطه، عباد الله ندابزه تماك على الكيران ما كاينينش. باقي ما وصلناش حنا للتذاكر، ما كاينش مع منتظر بعدا، ما كاينش، كلشي
بنادم كاين الكيران ما كاينش، الكيران ولاو تيخرجوا من ما تيبغوش يدخلوا كاع للمحطه ديال الرباط. لا ديما في العواشر ديما هذا هو الاشكال اللي كاين هنا، ما كاينش مع من تهضر هنا، ديما الكيران كيوصلوا كيزيدوا في الاثمنه، وملي تتجي انت تبي تقطع الورقه تيبداو يحولوا فيك. دابا الكار دابا حنا مع الربعه، دابا هذه الربعه هذه الكيران ديال الثمانيه ما كاينينش، المحطة عامرة بالناس ما كاينش معاهم تهضر. بعد غدا العيد والناس حاصلين هنايا، هما الدراري صحابي هنا ديال ورزازات ما لقاوش معاهم يهضروا كاع، ما كاينش الكيران كاع. قولوا حنا مراكش راه تقدر ديباني راسك، ولكن بالنسبة للناس اللي بعاد غادي عند والديهم، كاين اللي باقي تابع المصاريف ديالو، كاين اللي بوليداتو، راه الناس تماك بولادهم هازين دراري صغار ما لقاوش معاهم يهضروا باش يمشيو يعيدوا مع والديهم. نحملها الوزارة التجهيزية، هما اللي ما منظمينش المحطة. دابا المحطة ما كاينش بالنسبة للشركات ديال الكيران، ولاو كيهربوا على المحطه. كاين سوء تنظيم، دخل المحطه راه كاينه الفوضى، ماشي 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 سوء تنظيم، راه البنيه نايضه تماك عباد الله مدافزه على ورقه، وراه دابا الكيران زايدين وما كاينينش، هذا هو الاشكال. ماشي ما تقول الكيران راه زايدين اكثر من حقهم، وما كاينش الكار. ها الناس واقفين هنا يبغوا يقطعوا ب 3000 ريال ها لمراكش هنا، وما كاينينش الكيران. تتواجدوا في الرباط وغنمشيو للمكناس، وما لقينا لا ترونسبور لا والو هنايا. دابا كلشي والطاكسيات كلشي عامر، الكيران كلشي عامر. قال لك تسنى الكيران ما كاينينش، وتسنى بلاتي وهادي، وكان تعطلوا عاوتاني على حسب الترونسبور. عباد الله بزاف اكثر من القانون هنا. واخا تيهضروا هنايا راه كيعارف هذا، واخا تيقولوا هذاك الشيء ما كاينش، واخا تدخل لداخل ما تتلقايش داك الشيء اللي باغيه، وهذه على حساب الترونسبور.